بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي تينا سنيت علي. حصلت هذه السنة على أول معدل على الصعيد الوطني بنتيجة 19.44، وهي نتيجة جد مفرحة واللي شرفتني وشرفت الأسرة ديالي، خاصة الوالدة ديالي اللي تعبت معايا بزاف. وبهذا الصدد كنشكر أولا سيدنا محمد السادس اللي كنعتبروه الأب الروحي ديالنا، وكنشكر الوالدة ديالي والأطر الإدارية اللي عاونوني واستمعوا ليا واستجبوا الرغبات ديالي، وحتى الأساتذة تاعي اللي ما بخلوش عليا بالمعلومات. والحمد لله هادشي ما كانش غيكون ممكن بدون توفيق الله سبحانه وتعالى. فهذه هي في هذه المرحله راه هي غير بدايه مشوار دراسي اللي غيقدر يكون طويل. ولحد الان انا باقي ما اختاريتش وما جزمتش في التوجه اللي غادي نختار. الحمد لله كاينين بزاف الافاق دابا مفتوحه، باقي لحد الان متردد. نعيمه وعيش الام ديالنا سنيت علي، انا فرحانه ومسروره بالنجاح ماشي غير ديال ولدي، حتى الوليدات ملي شفتهم سواء التلاميذ العاديين والتلاميذ اللي داووا الاحتياجات الخاصه اللي كيبرهنوا وكيبينوا انهم راه وكيبينوا الوليدات الاخرين انه حتى شي حاجه ما مستحيله. النجاح خص غير الواحد تكون عنده واحد الاراده ويكون تايق في الله سبحانه وتعالى ويخدم شويه ويدير واحد المجهود، راه ربي ما كيضيع حتى شي واحد، وغادي يكون التوفيق ان شاء الله حتى للوليدات الاخرين. بغيتهم انهم يكونوا ياخذوهم قدوه لهم. وولدي سميتو انا فرحانه به ومسروره على هذا النجاح وهذا، واللي كان كيستحقوا بحالو بحال الوليدات الاخرين والبنيات الاخرين انهم خدموا واجتهدوا وربي يوفقهم، وحنا كنصفقوا لهم على هذا النجاح وهذا الانجاز. وكنشكر الوزاره ديال التعليم اللي نظمت هذا الحفل اللي كان في واحد المستوى راقي الحمد لله. شكرا، وشكرا للوزير، وشكرا للاسره التعليم كامله.